اهلا بيكم متابعين قناة منزلي، اتمنى تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة هنشوف مع بعض مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وكمان هشارككم ببعض الخطوات اللي تخليكم ان انتوا تنجزوا الاعمال المنزلية بتاعتكم في وقت قليل وبجهد اقل. طبعا في عندنا كل يوم مهام منزلية مش بتخلص، وبيبقى عندنا حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نعملها. قلتلكم قبل كده عن قاعدة ال10 دقايق، هي ان انت تشوفي اي حاجة عندك في البيت بتاخد تقريبا 10 دقايق، وان انت تبدأي تعمليها. مثلا البوتاجاز هياخد منك في تنظيفه 10 دقايق، تعمليها على طول. تنظيف الاحواض 10 دقايق، وهكذا. هتلاقي نفسك كلمة 10 دقايق لما تفضلي تقوليها لنفسك هتلاقي انك بتقدمي على الحاجة وتعمليها على طول، وفي نفس الوقت مش بتاخد منك مجهود كبير، ومش هتحسي ان انت عندك متطلبات كتير قوي وراكي. هتحس ان انت خلصتي وانجزتي حاجات كتير قوي بقاعدة ال10 دقايق. ومعانا كمان قاعدة تانية حابة برضو ان انا اشارككم بيها النهاردة، وهي ان انت التنظيف العميق لغرفة واحدة بس في المنزل كل اسبوع على الاقل. هي ان انت تخصصي يوم في الاسبوع تنظفي فيه تنظيف عميق لغرفة واحدة بس، وبكده بقى هتلاقي دايما عندك البيت نظيف ومترتب. طبعا الادوات المنزلية اللي انا بشارككم بيها هي ادوات بتسهل علينا التنظيف والتنظيم والترتيب. بوريكم ادوات كتير بتنظم، بتقدر ان انت تنظمي من خلالها المطبخ او الحمام، او تقدر تنظمي من خلالها الدواليب. والمنظمات دي طبعا من اكتر الحاجات اللي بتخلي الدنيا مترتبة وشكلها سهل، وتقدر ان انت توصلي لكل حاجتك بسهولة. بالاضافة كمان ان انا بوريكم بعض الاجهزة الكهربائية اللي تقدر ان انت تستخدميها في المطبخ، وهي بصراحة بتكون عملية جدا. اي جهاز كهربائي دايما بيوفر معانا في الوقت وفي الجهد، فدايما استثمري في نفسك، وان انت دايما تحاولي انك تجيبي الحاجات الضرورية اللي انت شايفة ان انت محتاجاها، اللي هتوفر عليكي حاجة. مثلا بدل ما تعمليها بايدك، لا، جهاز كهربائي هيعملها عنك في وقت قليل جدا، وكمان بدون اي مجهود منك. وكمان برضو في بعض الادوات المنزلية اللي انا بوريها لكم مش شرط ان هي تكون جهاز كهربائي، ممكن تكون عادي حاجات يدوية. بس الحاجات اليدوية دي برضو بتسهل عليكي حاجات كتير قوي، من ان انت ممكن تختصري فيها خطوات كتير. فهنتفرج مع بعض دلوقتي على الادوات المنزلية اللي انا بوريها لكم، ان شاء الله تعجبكم. لو كنت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، اتمنى ان انت تشجعيني وتشجعي القناة بان انت تنزلي تدوسي على زر الاعجاب للفيديو. كمان لو نسيتي ان انت تشتركي في القناة تشتركي وتدوسي على زر الاشتراك. بينزل عندنا فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية والحيل والافكار اللي دايما هتساعدك وتخليكي عايزة تنظمي البيت بتاعك باسرع وقت. وكمان هقول لكم في اخر الفيديو ازاي تقدروا ان انت تحصلوا على المنتجات المنزلية اللي احنا بنقدمها دي، فكملوا معايا الفيديو للاخر. ومعانا كمان المنتج ده، وهو مانع وصول الأتربة او الحشرات. تقدر ان انت تركبيه في الباب بنفسك بكل سهولة، وتقصي اي زيادات موجودة فيه. ده طبعا هيحميكي من اي أتربة خالص انها تدخل تحت الباب. وده منظم للبقوليات، بيحتوي على 6 خانات، تقدر ان انت تنظمي فيه البقوليات بتاعتك بكل سهولة. من مميزاته طبعا ان هو بيكون دوار وليه درج زي ما انتوا شايفين كده، بننزل فيه الكمية اللي احنا محتاجينها. ومعانا قطعة الخضروات الاستانلس. القطعة دي ليها اشكال كتير متعددة، تقدر ان انتي تقطعي بيها الخضار باشكال كتير او مختلفة. ومعانا كمان القالب ده، تقدر ان انتي تعملي بيه ايس كريم في البيت بمنتهى السهولة. هو بيتكون من 7 خانات، تقدر ان انتي طبعا تشكليهم زي ما انتي عاوزة. ومعانا كمان الجزء ده من الشاحن، ده عشان يحافظ على المكان ده، لان هو ده اكتر مكان دايما بيتقطع في سلك الشاحن بتاع الموبايل، فهو بيكون عملي جدا. ومعانا كمان علبة التوابل دي، تقدر ان انت تحطي فيها 4 انواع مختلفة من التوابل، وكمان معاهم المعالق بتاعتهم، هتسهل عليكي جدا اثناء الطبخ. تقدر ان انت تحطيها في اي مكان، وهي محكمة الغلق كمان. وده منظم دوار، المنظم ده بيكون عملي جدا جدا في الصوصات او الزيوت بتاعتك، تقدر ان انت تحطيه جنبك على المطبخ، هيسهل عليكي جدا ان انت تاخدي اي منتج منهم انت بتكوني محتاجاه على طول. ودي قوالب لصنع المثلجات، القوالب دي سيليكون، بتكون عملية جدا جدا، تقدري تعملي بيها مثلجات صحية لاطفالك او للكبار كمان، وكمان مش بتاخد اي مساحة خالص في التلاجة. ومعانا منظم الأحذية، المنظم ده بيكون عملي جدا، تقدري من خلاله ان انت تنظمي الجزامة بتاعتك، وكمان بتحطي كل شوز منهم على منظم منهم واحد. طبعا ده بيوفر لك مساحة كبيرة جدا جدا في الجزامة، وكمان بيكون الشكل منظم اكتر.
ومعانا كمان قطاعة الخضروات دي. القطاعة دي بتكون عملية جدا وبيكون جاي معاها اكتر من شكل وقطعة كمان تانية تقدروا ان انت تتحكمي فيها في مسكتك لنوع الخضار عشان ما تجرحيش ايديكي. ومعانا كمان الباسكت دي تقدري ان انت تعلقيها على اي رف بمنتهى السهولة، وكمان هي سهلة الطي وبتسهل عليكي جدا جدا اثناء الاستخدام في المطبخ خصوصا او في اي مكان تاني انت بتكوني محتاجاه. ومعانا كمان دي قطعة من الفويل تقدري ان انت تحطيها حوالين عين البوتاجاز عشان تحافظي على البوتاجاز يفضل نظيف. ومعانا كمان المطحنة دي من مميزاتها ان هي بتكون حجمها صغير جدا، وزي ما انتوا شايفين تقدري ان انت تطحني فيها ابسط كمية انت محتاجاها. ومعانا كمان المقبض ده، المقبض ده بيكون عملي جدا بيتركب عن طريق الضغط، وكمان تقدر ان انت تركبيه على اي مكان حابة ان انت تفتحيه وتقفليه، بيتركب بمنتهى السهولة ومش بيبوظ مكانه خالص. ومعانا كمان الفرش دي بيكون حجمها صغير جدا، الفرش دي بتقدر ان انت تنظفي بيها الاماكن اللي بتكون ضيقة وصعب الوصول ليها. ومعانا كمان الصبانة دي، الصبانة دي تقدري ان انت تحطي عليها اكتر من صابونة وتتخلصي من كل الكركبة اللي عندك على الحوض، وكمان بتتميز بان انت تقدري تحركيها يمين او شمال على حسب الاتجاه اللي انت عاوزاه. معانا كمان الموزع ده، الموزع ده بتقدري ان انت تمليه بالمعقم او بالمطهر بتاعك وتحطيه جوه السيفون، وده طبعا بينظف لك دايما التويلت بتاعك وبيحافظ عليه ان هو يكون نظيف. زي ما انتوا شايفين الفكرة بتاعته حلوة جدا وبيكون عملي. وده ستيكر خامته بتكون ووتر بروف، تقدري ان انت تستخدميه في الاماكن اللي مش عايزه الميه توصل لها، وكمان ممكن تستخدميه في المطبخ او في التواليت. ومعانا كمان الكوبايه دي خامتها بتكون من الاكليريك، تقدري ان انت تحطي فيها الفرشه بتاعتك وممكن كمان المعجون، وبيكون فيها مكان يخلصك من الميه الزياده. ومعانا كمان القطعة دي وهي منظم للاسلاك، المنظم ده بيكون حلو وعملي جدا لانه بيحفظ لك السلك على انه يكون موجود في مكانه بدون ما السلوك كلها ما تكون متلخبطة في بعضها، كمان من غير ما السلوك ما تقع زي ما انتوا شايفين بيكون عملي. ومعانا الاكياس دي، الاكياس دي فكرتها ان انت بتحطي جواها الصابونة وتقدري ان انت تغسلي بيها اي حاجة، ده بيساعد الصابون على ان هو يعمل رغوة زيادة زي فكرة الليفة بالظبط، وممكن طبعا تجمع فيها بواقي الصابون ودي تبقى فكرة موفرة جدا. وده منظم للحمام، المنظم ده بيكون منظم للفرش، تقدري ان انت تعلقيه بدبل فيس زي ما انتوا شايفين. المنظم من خامة البلاستيك بيكون موجود لكل مكان لفرشة ليه كوباية، وكمان بيكون موجود في اماكن تانية ممكن تنظمي فيها بقية ادواتك. ووصلنا لنهاية تقريبا الفيديو، هقول لكم دلوقتي ازاي تقدروا تحصلوا على المنتجات الجميلة دي من الادوات المنزلية الحديثة. طبعا ده بيكون مختلف على حسب كل بلد كل واحد فينا ساكن فيها، يعني في بعض البلاد بيكون موجود فيها اصلا مواقع تقدري من خلالها ان انت تشتري الادوات المنزلية دي بكل سهولة بدون فرض اي قيود او اي جمارك او اي مصاريف زيادة. البلاد دي مثلا تقدر ان هي تطلب من خلال موقع علي بابا او موقع علي اكسبريس او موقع امازون، المواقع دي كلها مواقع موثوقة، وتقدر ان انت كمان تكتبي اسم المنتج اللي انت عاوزاه وتشوفي الاسعار عند اكتر من بايع وتفضلي ما بين الريفيوز اللي الناس بتكون كاتباها. طبعا لان اغلب المنتجات الصينية بتكون نازلة باكتر من خامة، يعني ممكن تلاقي حد يكون بيبيع بخامة كويسة، حد بيبيع بخامة او جودة اقل شوية، فتشوفي برضو الريفيوز بتاعة العملاء اللي بيشتروا المنتجات دي وبيقولوا ان هي كويسة ولا لا. واذا كنت في بلد بتفرض بعض القيود او بعض الجمارك او الضرائب زي مثلا مصر، فهتلاقي ان انت لو طلبتي اي منتج من بره مصر علشان يجيلك لبلدك بتلاقي ان تكلفة المنتج بقت عالية جدا، عشان هتلاقي الجمارك كمان بقت كبيرة، فطبعا انت وقتها هتحسي ان المنتج ده سعر مبالغ فيه. فهنا الحل بتاعك ان انت بتعرفي الاماكن والاسواق اللي بيكون فيها مستوردين هم بيستوردوا المنتجات المنزلية الحديثة دي بكميات كبيرة، فطبعا بيكون سعرها قليل جدا لو انت هتقدر ان انت تشتري بنفسك. المستوردين دول بيكونوا موجودين فين؟ موجودين مثلا في مكان زي النزهة الجديدة، المكان ده بيكون موجود فيه اغلب الادوات المنزلية الجديدة لكل المنتجات اللي احنا تقريبا بتشوفها على الانترنت بتكون موجودة في النزهة الجديدة. اتمنى ان انت لو تقدر ان انت تروح المكان وتشوفي في المحلات بنفسك المنتج اللي انت عاوزاه، وتقدري كمان ان انت تتفرجي على الخامات قدامك، ده هيكون افضل. وكمان عندنا مكان زي مكان العتبة، كل دي اماكن بتكون اماكن جملة للادوات المنزلية، هتلاقي فيها كل اللي انت محتاجاه.
وفي كمان عندنا موقع زي موقع امازون برضو بيبيع ادوات منزلية حديثة من خلاله، تقدري ان انت تكتبي اسم المنتج اللي انت عاوزاه. ده في حالة ان انت مش تقدري ان انت تروحي للاماكن اللي انا بقولك عليها دي، هتعملي سيرش باسم المنتج اللي انت عاوزاه وتطلبي المنتج، كمان هيوصلك لحد البيت. تقدري ان انت تشوفي المنتج، لو ما عجبكيش تقدري ان انت تعملي طلب استرجاع تاني لامازون وبتستردي الفلوس بتاعتك. وفي كمان حل، وهو ان انت تقدري تطلبي المنتج اللي انت محتاجاه ده من خلال الصفحات، هتلاقيها بتظهر لك في الاعلانات الممولة او في بعض الجروبات اللي بتبيع الادوات المنزلية، وتطلبي منهم المنتج اللي انت بتكوني محتاجاه. طبعا تقدري ان انت تشوفي المنتج على حسب لو هما بيسمحوا بفتح الشحنة ولا لا، ممكن تتفقي معاهم او تسأليهم الاول هل هقدر افتح الشحنة لما توصلني، ابص على المنتج الاول ولا لا، عشان تبقي عارفة وما تدفعيش فلوس على الفاضي. ولو في اي منتج بتدوري عليه ومش عارفة توصلي له او مش لاقيه مثلا، ممكن تكتبي لي هو كان في الدقيقة الكام وانا احاول ان انا اساعدكم واجيب لكم لينكات الشراء بتاعته، بحيث ان ده يسهل عليكم ان انت تلاقي المنتج اللي انت بتدوري عليه. ولو وصلت معايا للجزء ده من الفيديو، اتمنى ان انت تكوني اشتركتي في القناة بتاعتي، وهتلاقي عندنا على طول فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية الحديثة. ولو عجبك الفيديو بتاعي تدوسي على زر اللايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في رعاية الله.